عليكم ورجعنا معكم في توب 5 جديد. وهالمره استضافنا ابو حميد حبيبنا اللزم. استضافني بتوب 5 غبنا، وانا قاعد الحين اسوي اشياء قالها تهدي الاعصاب. لازم يا محمد لازم، انا عشان ما انغب لحالي ابيك تجي تحس فيها بالغبنة وتعيش فيها الغبنة وتوصل غبنتك للناس يعني. شوشات. الله 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 يا الحركات دي. توب 5 جديد وراح نتكلم فيه عن انميات دمرها استوديو بيرات. خلونا نبدا. この世の全てをそこに置いてきた人々はロマンを追い求める世はまさに大海賊時代。 طبعا الاستديوهات لها اساليب في تدمير الانميات، منها حذف الاحداث، يعني يكون في احداث مهمه في الانمي يحذفها عشان يضيف اكشن او يضيف كوميديا او يحس ان الحدث هذا مهم فيحذف الحدث، مما تحس انه ما في ترابط في القصه. والحاجات اللي دائما تجيب فيها العيد الاستديوهات اللي هي الفيلر، دائما ابدا الفيلر دمر الانمي، ودائما ابدا الاستديوهات تستخدمها مع الاسف فيلر. وايضا من الاشياء خوي الفيلر التمطيط، هذا شيء احنا معاصينه في كل الانميات، وجود التمطيط في القصه. وبرضه من الحاجات اللي موجوده دائما ابدا تدمر اللي هي السي جي، الرسم السي جي مع الاسف، يعني من الانميات من الحاجات اللي دائما تقتل لك الانمي وروعته مع الاسف. برضه السي جي اللي هو كمبيوترايزد جرافيك او رسوم الكمبيوتر، يسوون على اساس اليات احيانا يحتاجون، عشان انا والله ما يحتاج، شفنا جوندايزا والله ان مجن كايزا ما احتاج رسم سي جي، الله المستعان. او اي السالفه فلوس، ليش بدل اقدر ارسم الشخصيه التحرك وتضحك وادفع فلوس زياده خلي الكمبيوتر يسوي، ارسم وضعيتين وخلي الكمبيوتر يحرك بس مع الاسف. طيب ايش بعد يا محمد؟ التوقف، خلاص احس ان الانمي هذا ما راح يجيب لي فلوس اكثر، ما راح يشد، ما ارجع اشوف شو الاخطاء اللي انا سويتها فيه عشان هالشيء، لا اوقفه خلاص، يعني اروح ابدا من جديد مع انمي غيره. ليش توقفه؟ عدل اخطائك. لكن في استديوهات زي كذا للاسف متعه عندها. ايضا من الحاجات اللي يتميزون او دائما الاستديوهات يستخدمون تدمير الانميات اللي هو تحريف القصه، يعني القصة ماشية صح كذا، لا لا بس 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 لازم أحرف، لازم أغير، لازم ألف أدور زي كذا، أقول له وأنا إذا كحبيش يقول لك هنا زي كذا لازم أروح من هناك وصل عشان ليه؟ لأنه يشوف إن أغير القصة بالموضوع بتجيب له فلوس أكثر ومشاهدات وغبنا أكثر وينسحب على الأنمي ويتوقف للأسف. يعني ترى كل الأشياء اللي تسويها السيديات ليست من مصلحة الأنمي بل من مصلحة المادية للأسف للأسف. ونجي للطامة الأخيرة، آخر واحدة أقولها أنت، ما بقولها صراحة، سوء الرسم. يعني فجأة ناروتو يفقع لك وجه بين، تشوف وجه بين كنا علكة. في بلاك لافر برضو، بلاك لافر الحدث الأخير لما جاء الجيش اللي بيهاجم مملكة كلوفر، واحد من القادة تشوف وجهه دائرة فيها نقطتين، مشهد عابر، مشهد عابر، فيقول لك ما بضيع وقت عليه في الرسم وانا بخسر فلوس وانا ارسم كثير. وللأسف كل هذه المواصفات السيئة موجودة في استديو حبيبنا اللزم او عدونا اللازم، مش اللازم. حبيبنا اللازم، حبيبك انت عدونا اللازم بيوت للاسف. يعني لما تروح استديوهات ثانيه تشوي يسوي واحده اثنتين ثلاث منها، هذا يلاقي كذا كلها سواها كلها يقول لك انا، يعني يقعد كذا كذا يقعد المخرج ويما الدايركتور قص خلاص، هذا فيلم، هذا تمطيط، هذا كذا، هذا كذا، هذا تمطيط فيلم كذا، هذا واقف، هذا خرب فلوس فلوس فلوس، هذا متعتهم. ولا جاء عند بعض الانميات قال كبوت 400 كلها في بدنا. اوه بعض الانميات والله يسوونها، الله يجزاهم خير، الله يرجم، والله ما يجزاهم خير. زين خلونا الحين نروح حق الانميات اللي تدمرت في سيدي بورد. بالنسبه لك يا محمد المركز الخامس انمي الطفوله رائع، اللي كان موضوعنا ما يكون انمي اطفال، كان موضوعنا قصته اكبر من كذا، وهو من أنمي من الثقافة الفرنسية، يعني كان تعاون ثقافي بين فرنسا واليابان، واللي هو الأحلام الذهبية The Golden Dream، سباستيان كانك تذكره اللي كان عندهم ناس ذهبي. الله 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 قديم مرة، يا الله في البداية كان عندهم السفينة القوية، بعدين صار عندهم الناس الذهبي، وقصة كانوا يبحثون عن مدينة الذهب وعلاقتها بأطلانتس والمايا. فجأة هذا أوك واحد الجزء الأول يسوى، بعدها قعدنا يمكن فوق 5 إلى 10 سنين على ما سوى الجزء الثاني، وبضغط من الفرنسيين سووه في 2008 أو 2010، ما أعرف هل ترجموه ولا دبلجوه، وكان مسوينا الطفولي مرة 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 طفولي، مع أنه في لحظات دموية قوية، هذا
القصة الثانية. باقي خمس قصة وقفوا قالوا 2014 بنرجع نسوي، بندخل 2019 يخرب بيتكم. ندخل 2019 واحد خمس سنين على الموعد المحدد ما سويتوا القصة الثالثة. لا هم يقولون شوف هذا الجيل اللي شافوه من البداية استمتعوا فيه نستناهم يموتون بعدين نسوي. ولا وفي الجزء الثاني يعني لاحظوا التوقيف وانهم حاولوا القصة خلوها حقت اطفال نزلوا مستواها. في الجزء الثاني شوف اللي اضافوه سي جي يعني عادات سيئة ما تنقطع من السدي برد. على كل خلينا نقول لكم انا المركز الخامس بالنسبة لي وشو هو انمي بلزبوب او بلبوي. الامانة من الانميات الجميلة واللي استمتعت فيها لكن دمروها بحاجتين. الاولى الوقفة حقت الانمي هذا قضت عليه بالنسبة لي انا جد يعني لو مكمل كان يعني متوقع انه يكون في حرب شاملة وقوية جدا في الانمي هذا. الانمي هذا قصته الكاتب يعني ابدع فيها سواء من رسم الحياة المدرسية او عالم الشياطين اللي دخل في عالم الحقيقة وحاجات كبيرة حلوة وكوميديا. ذا اللي يسبح في الماي ذا اللي يسبح في الماي ان ذا البطل اوغا او اوغا اذا ما غلطان اسمه اذا احد من العربجية تحرش الواد مسكه وجلده جلد لا تخليه كهربني يا ولد الحلال بنجلد لا تجلدونه لكن ذبحها برضو بالتمطيط او في ايوه انا نفسي ما قدرت اكمل اكثر من 6 حلقات بسبب التمطيط. البداية يعني كانت أول حلقة يا خبيت عشان الأنمي حسيت فيه كأنه من إتشيجو من بليتش حسيت فيه من ميدوري نو هبي حسيت فيه من ماي بوس ماي هيو حسيت دمج يعني في نكهة جميلة بعدين خلاص لمته هو شفطة بس يمشي يكهرب فيه خمس حلقات ويكهرب فيه بدون سبب. حتى كان الحلقة الثالثة عشان يدوله حفاظة كان يدوله حفاظة ما دي والضعفة كان يكهرب فيه سلامات خربها دمرها بالفيلر يعني انمي قصير وفيلر بعد مش لا وتمطيط وفي الاخير توقيف ضحيه هذه بس سوا عطها ما عطى كبوت عطها سوا ثلاث ضربات. هذا بالنسبه للمركز الخامس. طيب الحين بنروح حق المركز الرابع عندك يا محمد. لا الهي طبعا لانه حديث معاصر اللي قاعد يصير فيه فانا اخترته ولا في انميات يمكن اقوى من نظرت بس هذا انا الحين قاعد انا اعاني معه بوتو ما تابعه. اول شيء فلان توك بادي خبيتك توك بادي خمس ثواني من الحلقه الاولى وادخل فلان ليش طب ليش مش حرم عليك الرسم السيء شعر وردي شعر اخضر عيون سماويه سلامات. يعني هو مشكله محمد انه يعني باردته مفروض انه يعني يتفوق على ناروتو هو بيتفوق يحاول على الاقل يجاري او يوصل مرحلته او يتعداه ويجي هذا الاستديو يدمر لك الانمي كله من البدايه خلاص خليك اوكين تكلم. اوكين بس 70 حلقه اوكين حلقه البطاطس مش ممكن هذا انا صراحه ما شفت الانمي بس شغلها محمد قال لي تعال خلي تكفي لا جاني ابو خليل قال لي محمد الجمهور يقول ليش قاطع بوتو قلت له انا غلطان لي غلطان الجمهور متحمس انا قاطعك طالع هالحلقه وقام سوى عين طباعه قال اقوم اسوي معك انطباعها هذا قبل ادق بلاي يوم دقيت بلاي ان شاء الله انا اسف يا محمد حقك علي ومعليش انا بمسحها في وجهي انا بكلم الجمهور ليش اقول بنت شو تقول الناس مثل اكياس البطاطس لا تعلم ما هي النكهه الموجوده بالداخل لكن اذا فتحت الكيس يجب ان تكمل الوجبه. سويت لي وشي يا سيدي برت. يا الله قمت انا قلت حق بخلي انا مو بعرف اسوي طبع جاتني وعشه من الحكمه القويه حكمه ما قالها لقمان استغفر الله العظيم شو الحكمه وين كنت عذرتك يا بعدي خلاص يكفي يا محمد يكفي يا بعد سبت خلاص محمد كزك وابع بسرعة. المركز الرابع بالنسبة لي أنا يعني طبعا كان ممكن يأخذ مراكز متقدمة بس إنه في شيء شبعنا فيما بعد اللي هو أنمي هنتر إكس هنتر استوديو بورتو أول ما أخذ الأنمي هذا. الأنمي كان كويس وماشي صح بس ما طط فيه حرف فيه وغير كذا وقفها في الاخير. أيوة. طبعا مو به بالحاله توقيف منا والكاتبين تعاونوا وقوموا تعاونوا هذا لو استخدموا المثل غلط عرفت ايوه لا في قصيده تشرح الوضع انا يعني دائما اطالب اني اقول قصيده بس بقولها الحين على قولها يا عبد طيب خليني اسمع لان تجتمع حقيقه اللي هو الاستديو مع حقيقه اللي هو الكاتب يقول لك امام اثنان حقراء بحفر بئر في الصحراء ودفن هنتر في ذلك محمد يتعذب انه يقول حرف الراء وصلتوا لها المرحلة يا جماعة وصلوا لها المرحلة ليه حرام عليكم. نروح للمركز ذات طبعا المركز ذات انا يا محمد نتفق عليه
اثنيننا ان الاستوديو هذا ما قصر فيه اللي هو انمي بليتش. انمي بليتش من الانميات الممتعه والرهيبه جدا، لكن الاستوديو هذا قال لا حرام حرام اخليه ينافس انميات الاسطوريه، لا حرام لازم انا ادمره واحطمه واسوي فيه افضل ارك في الانمي هذا كله، فيلر اسوي دخل فيلر اجلطهم فيه. اكل فايزرد يقول لي سيبهم مقلوبات عليهم الاسباد، والفايزرد يقول لك لا لا اصبر اصبر البندورة رجعت ما ادري ايش وراح لي مره ثانيه حق السيوف. وش تبي وش تبي انت وش تبي توصل له؟ ليه ليش 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 يعني فيلر حطيت، تمطيط حطيت، بعض المشاهد سوء رسم حطيت، ما بقى شيء. ايضا من الاشياء السيئه غير الفيلر وغير التمطيط تحريف الرسم اللي سواه في بليتش، مره صراحه بالغه ودمره وخربه. يعني انت مفروض احداث صارت في المانجا تقطيع ضرب تفجير عيون تفجير حاجات كثيره باي باي لندن. كان في اقوى مشهد المفروض يكون اقوى مشاهد دمويه في عالم الانمي بالنسبه لي لما ايتشي بتوحش على الكوغا ويطعن عينه بالسيف، يطعنها تطعين لدرجه ايشيدا قال له خلاص يا رجل اختارخ جمجمته فرغها كنا مفرغ كوسة بيحشيها كذا. يعني ما قصروا في الانمي هذا، ما قصروا، فخلاص يكفي غبنتهن يا محمد، يكفي نروح المركز الثاني. عطني المركز الثاني عندك يا محمد. المركز الثاني هو اللي يخفى القمر، الانمي اللي سوى فيه اغلب العيوب، طوكيو جو. اذا على تمطيط في الاجزاء الاولى اوكي، والجزء الثاني غيروا القصة 360 درجة، وجو في الجزء الثالث اللي هو طوكيو جولوي وقاموا يختصون احداث ورجعوا على القصه الرئيسيه بدون ربط. طيب انت غيرت خلاص استمر في تغييرك، كمل على تغييرك، ليش تجي ترجع مره ثانيه سوي ميك للجزء الثاني؟ هذا اقول لك شو اللي صار في الجزء الثاني، ايش حق انت مطلع لي اجل؟ كان قلت لي ان الجزء الثاني هذا قصه ما لها دخل، احذفها لا تشوفها انساها، ليش تسويها اساسا من البدايه؟ والجزء الثالث ترجع له تشيل دمويه غير تحرف في الرسم، تشيل دمويه ويختصر احداث عشان يقعد كله اكشن اكشن اكشن. سلامات قتلته. انت تسال بس اي احد يتابع مانجا توكيو غول بتعرف انه بتشوف انه مغبون على الانمي، يقول لك راح اسحب على الانمي تابع المانجا، بس لا تتابع الانمي لانه دمروا. الانمي اسطوري، مانجته لحد الحين لها عشاق، تنافس مانجا ون بيس، تنافس مانجا كينجدوم، تنافس مانجا هانتر، مانجته عشاقها فقدوا الاهتمام يسوي الاستديو. قتل قتل يا اخي خرب. ايش تاخذ انميات دمويه؟ ايش تبي انت؟ ايش تبي جد جد؟ ايش تبي؟ ايش تفكر فيه؟ ايش توجه اهلك انت؟ ايش توجه اهلك؟ ايش تبي تاخذ؟ فلوس فلوس يا مدير فلوس. طيب فلوس راح ادور لك شيء يصنع لك. ايش تبي تاخذ انت حق نيلز والاحلام الذهبيه؟ لو تشوفونها فوشيكي يوغي نيلز الاحلام الذهبيه وثلاث اربع انمياتك شوجو، ايش دخلك في الدم؟ ايش تبي ايش تبي انت؟ ايش تبي ايش تبي؟ قل لي قل لي قل لي ايش تبي؟ اطلع من مخي يا اخي. راح لا والله شوف، يعني لو بنقول له يعني الجزء الاول كان ماشي يعني نوعا ما مقبول وشد ناس كثير في الجزء الاول، بس الجزء الثاني قال لا حرام غير في الجزء الاول. انا اقول لك الحين يوم الجزء الاول يمكن انا اتقبله كله امشي كله زين ايه، بس الجزء الثاني قال لا حرام والله هذا الانمي قاعد يسوي سمعه قويه لازم اقتله لازم اقتله. ليه ليه بس كذا؟ هذا لازم اقتله، ما ينفع اخليه يتفوق. ايش السبب؟ بس كذا ابي اغبنكم. يمكن هذا عنده طقوس. ابي اغبنكم، انا ابي اغبنكم. ليش ليش؟ اذا استمتع لما اشوفكم مغبونين. عطني مركزك الثاني. يخلص اخلص انا قبل وياه لا تناقشني خلاص. شوف من الانميات اللي انا صراحه غبنت عليها وبقوه كانمي ولا يومك ما كملته كانمي شفته بس مانجا، انمي ناروتو. يو انتو ماجد. اي والله العظيم معنا يعني من الانميات اللي كنت انا يعني من التوب عندي، من التوب جد ومستمتع فيه، شفته كمانجا وكنت متحمس حق الحرب الاخيره في انمي ناروتو اللي حرب النينجا العظيمه، صارت من احلى اركات اللي شفتها يمكن في المانجا الى اسوا ارك شفته في الانمي بشكل عام. مو بسبب ان القصه لا مو كويسه، لا التمطيط اللي صار فيها، العفسه اللي صارت فيها، الحلب اللي صار فيها، الفلرات اللي صارت فيها لا تطاق لا تطاق ابدا ما تطاق. يمكن تحيف قصه ما مر عليه، تحيف رسم مر عليه، الرسم مر عليه، التمطيط مر عليه، الفلر مر عليه، كل شيء خرب. لا ما عليه الفيلر صار الماستر. انا شفنا انمي ماستر الفيلر هو ناروتو. حشو كذا حشو انمي الفيلر ناروتو خلاص صار زي كذا. ناروتو ناروتو شيبودن كان هو اسوأ فيلرات. يعني انت تشوف الجزء الاول على الاقل الجزء الاول
خلص القصه بعدين راح دخل فيلم فهمت الجزء الثاني لا قال لك وسط الاحداث ادخل لك انت في وسط المعركه انجيب لك هنا واطفشك ولا تسكي يومي عاد ولا تسكي يومي والله اسالوا اللي شافوا المانجا اللي شافوا المانجا حق ناروتو واستمتعوا فيها اسالهم قل لهم هل كنت متوقع بسيزا كذا بيقول لك لا والله كنت مستمتع بالاحداث بشكل مو طبيعي هذا دمرها يعني انت مو كافي ان الكاتب يمكن جاب العيد في اخير نهايه مدرة بالنسبه لي انا غابني فيها تجي انت اسئله بعد دمرني زياده والله العظيم سمعت ناروتو دمرت سبتها فيك ان عمي انمي التمطيط ون بيس خلص ثلاث اوكات وهو لعب اكل حاب وش تحسبه يا ابوي وش تحسبه انت من الفيلر يخرب بيته نو نو كومنتو بس لازم. قبل لا نقول ماكس اول في انمي لازم اقوله من باب ضيف شرف لسه هذا اي قول جي تي او والله جي تي او لو ما كملوا القصه لما راح المدرسه الثانيه هذه اعتبروها ظلم نعم ظلموا الانمي هذا بعد الانميات الجميله والممتعه فقط. جدا لا هو يعني ما قصوا فيه حلو لكنه ما كملوا قصته هذا احد هواياته احد هواياته واكاتسكي نو يونا من الانميات الموسميه برضو اللي ما اخذ شهره قويه ومثل ارسلان سينكي لولا ان استديو بوت هو اللي مسكه فالحين نحن المركز الاول خلاص انا محمد المركز الثاني الحين بنروح للمركز الاول وبرضو انا محمد متفقين على المركز الاول انه اكثر انمي دمره استوديو بورت ولو انه يعني هذا الانمي يمكن في استوديو ثاني كان شفته من التوب 5 عند الناس كثير من الناس موجود حاليا توب 5 بس ثبت ان استوديو بورت خده عبثه ليش تاخذه ليش ايش تبغى تبي انت ليش 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 اشوفك في حياتي في المركز الاول طبعا هو الانمي الاسطوري او المانجا الاسطوريه كينغدوم لكن انت شفت شلون طلعت الكلمه من عندنا يعني من كثر ما الانمي هذا صدقني والله العظيم لو ان استديو ثاني ماسكه يعني انت عشان تدخل تشوف انا اتكلم عن نفسي ما ادري عنكم بس اتكلم عن نفسي ما بدخل في انمي اتابع سواء مانجا او انمي حتى بعدين اتابع مانجا لازم اشوف اول شيء الانمي ايه يشوف شيء يشدني ما يشدني يحمسني هذا من اول حلقه الواحد يشوفه ما يشتغل الرسم دمروه بالسي جي تدمير كله سي جي ما دمروه بالسي جي هو كله سي جي او كله رسم كمبيوتر انمي ساموراي يخرب بيتك السي جي تحطه في انمي غيلان تحطه في انمي اليات تحطه في انمي كله سي يعني ما يستاهل انمي حروب يعني ما يستاهل مو شيء يعني يكون شنو فكر انت شنو فكر انمي ساموراي ليش على الاقل على الاقل يا محمد ارسمه في الوقت القتال الحروب تحريك ارسم عادل وقت انك تنسخ الجيوش عشان كذا سوى سيجي معلي انا راضي مشكله ليش الجيوش هذا سيجي بس انه وقت اللي بيصير طقاق ومباراه بين اثنين شخصيتين قويه واسطوريه يدمر يعني انت تشوف الحركه زي كذا اللي يسويها تبلك هذا طبعا غير الدمويه اللي شلوها تماما مشيوله تماما بكل ما تعني كلمه معنى تماما تشوف المانجا فيها انواع التقطيع والتدمير وال قصف. يا رجل انا المانجا الوحيده اللي يعني تحمست اشوفها هي مانجتها واول ما يعني سابقا كنا نشوف مشاهد من المانجا ما نفهم ايش السالفه الحين اشوف ضربه بين اثنين اقول اي يخبيت الضربه ايش قويه انكسرت يده لا انقطعت رجله ايش القوه هذه اللي جايه في المانجا جبار اسطوري للامانه اسطوري بكل ما تعني كان المعنى الانمي لكن الاستوديو قال لي بدا منه هذا بينجح لا انا مسكه دمره حرام ليش بس كذا عنده متعه شفت اليد عشان هنا خلصنا من السي جي ايش قام يسوي عقبها يوقفها ليه ما دخل لي الرباح اللي انا ابغى شو ما دخل لك رباح اشرح لي ومانجته ماخذ الثالث على اليابان مانجا كرسم اوكي الناس تتابع كرسم بس كاني ما حد يشوفه عدل واسمك ما هو البدايه اساسا يصير المركز الاول للأمانة هذا الانمي يمكن اكثر انمي اتمنى يسوون له ريميك هذا الانمي هذا ياخذ سدي ثاني يسوي له على انتاج والله العظيم انه لا يضرب ضربه صدقني يعني بتشوفه بالتوب 5 عند كثير من الناس لو هو عند ناس كثير بالتوب 5 بس كمانجا مش كانمي بس لو سووا له صدقني يكون التوب 5 عند ناس كثير ويستحق وانظلم وبكل امانه بقوه يعني من هذا الاستديو الانمي هذا فيه اكشن واقعي جدا مع ذلك ضرباته شخصياته مرة خيالية أسطورية وعدة شخصيات يا رجل تضيع معاها تضيع يعني شهد لك أوكي تاو هيو وبعد
الملك ايسي شين اللي هو ريبوكو ريبوكو اوسن كانكي موغو موغو ريمبا ريمبا شخصيات شخصيات يعني. واذا قالك جنرال قالك جنرال يعطيه ثقله ويعطيه هيبته بس عاد يعني ما عدا هيكي هذا مسخره ما عليكم منه. طيب على كل سؤال محمد بس قبل عن يعني النهي هذا التوب بالنسبه لك هل انت تفضل انه يعني لو بيجي انمي قدام مستقبلا او مانجا رهيبه اسطوريه انها تتم مانجا ولا يسويها باستديو بيرت ولا يسويها استديو بيرت حتى لو انها لا طبعا اتمنى استديو بيرت يتغير فقط ولهذا احنا قاعدين نستمتع ببلاك كلافر مع انهم عابسين فيه شوي بس حقا قاعدين نستمتع فيه. يعني لو ما اخذوهم بلاك كلافر من كان بياخذه؟ كان يمكن ما صار انمي يعني وجهه نظرك اوكي يسوونه يسوونه بس عدلوا بس عدلوا روحكم اي انت لا انكر استديو بيرت يعني احنا ما نعمم السيء استديو بيرت عنده جي تي او عنده فوشيكي يوغي عنده ريكا عندها ايضا يويو هاكوشو او يويو هاكوشو وانميات نيلز من انميات الطفوله رائعه سواها استديو بيرت والهداف عنده حسنات لكن سيئاتها مؤخرا زايده بدها تزيد بس نبي نعدل السيئات اللي قاعده تزيد مؤخرا اخر يعني لما تكلم اخر 15 سنه ولا هو من زمان قاعد يشتغل بس اخر 10 15 سنه ايش قاعد يصير منه الحقير اللي بلغ سنه رشد قبل 15 سنه وماسك اداره الاستوديو في واحد ليت ام اجهضته قبل خمس كان مسك الاستوديو قبل 15 سنه وهو اللي قاعد يحوس استغفر الله العظيم واعتقد انه متبنى انا اعطونا انتم من وجهه نظرك ايش التوب بالنسبه لك اكثر خمس انميات دمرها استوديو بارت اذا كان في انميات احنا ما ذكرناها برضو ذكرها تحت في الكومنت خلنا نشوف على اساس ان احنا نشوفها ونتابعها ونقدم شكوى على استوديو بارت مو على استوديو بارت على الحقيقة اللي بلغ سنه وش قبل 15 سنه على الحقيقة اللي كان موجود هذا راح نشوف له نصرفه اياه لا احنا اللي بغى نتفاهم معه ان شاء الله على كل كذا نكون وصلنا لنهايه الحلقه اتمنى هذا التوب نال اعجابكم وفي النهاية يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والشير ونشوفكم على خير.